الآن السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضرتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. استقبل اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو وزير خارجية أنغولا إيمانويل دوميغوس أوغستو. الوزير حمل معه رسالة خطية من قبل الرئيس الأنغولي جواو رونالستو. الرسالة حملت في طياتها توطيد العلاقات الثنائية بين تشاد وأنغولا. الحبيب حامد محمد. تفعيل التعاون بين الدول القارة الأفريقية سيما دول المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية والتطرق إلى بعض المشاكل العالقة في عدد من دول شبه الإقليم هو فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية جمهورية أنغولا السيد إيمانويل دوميغوس أوغستو إلى فخامة الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إتنو من نظيره جو ريرانسيو رئيس جمهورية أنغولا الجديد. وأول لقاء جمع فخامته مع نظيره الأنغولي الجديد كان في أواخر شهر نوفمبر الماضي بمدينة أبيجان عاصمة جمهورية ساحل العاج. وحملت الرسالة أيضا في طياتها مختلف أوجه التعاون في عدد من المجالات، مجال الأمن والسلام والنظرة إلى الأحوال السياسية والاجتماعية لبعض دول المجموعة منها جمهورية أفريقيا الوسطى والدخول إلى مرحلة ديمقراطية جديدة تتعلق بالانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من دول المجموعة. المقابلة التي حضرها وزير الزراعة والري والمعدات السيد جامر سيليك ومستشار فخامته في العلاقات الدبلوماسية مختار واوا دهب ومدير المكتب المدني لفخامة الرئيس الجمهورية السيد عيسى علي الطاهر وقنصل جمهورية تشاد في أنغولا السيد محمد صالح عبد الجليل. المقابلة سمحت لوزير خارجية أنغولا ليستعرض لفخامته الدور الذي تلعبه تشاد في حلول المشاكل الأفريقية العالقة بدول المجموعة الاقتصادية لأفريقيا المركزية، ونقل له تقدير واعتزاز جمهورية أنغولا حكومة وشعبا. وقال السيد دوميغوس: تلقينا من فخامته توجيهات فحواها بأن نفعل كل الاتفاقية المبرمة بين لواندا وأنجمينا، وكذا بدأنا بالتواصل وإتمام ما تبقى من تواصل بين الأشقاء الأفارقة بشكل عام وشعوب دول المجموعة الاقتصادية لأفريقيا المركزية بشكل خاص. وأضاف الوزير الأنغولي بأن حكومته تتواصل دائما مع تشاد وزيارته تتأطر أيضا في نفس الخصوص. وننوه بأن الوزير الأنغولي كان في جولة مماثلة لعدد من الدول المجموعة الاقتصادية وأول محطة له بدأت بجمهورية تشاد. الزيارة التي قام بها مؤخرا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد شهدت عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين حيث شملت مختلف المجالات بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب. حول هذا عد الحبيب حامد محمد الورقة التالية. تكللت زيارة رئيس جمهورية تركيا طيب رجب أردوغان إلى تشاد بعدة اتفاقيات منها التجارية والتي تنصب في محور الاقتصاد بين الدولتين، حيث يبلغ حجم الصادرات التركية إلى تشاد عبر التجار التشاديين أكثر من 40 مليون دولار سنويا. وهذا يؤكد حديث فخامة الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إتنو والذي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره أردوغان إن زيارة الرئيس طيب رجب أردوغان مهمة جدا بالنسبة إلينا، وأن كل الاتفاقيات المبرمة ستعزز العلاقات بين البلدين. وعلى هامش الزيارة اجتمع رجال الأعمال الأتراك مع أعضاء الغرفة التجارية التشادية وأرباب العمل والوكالة التشادية للاستثمار المعروفة اختصارا باسم آني، ووقعوا على عدد من الاتفاقيات منها التعاون في مجال الصحة العامة بكل أقسامها وفروعها، الزراعة والثروة الحيوانية، المياه والبيئة، الطاقة والموارد الطبيعية، والتي تسمح للدولتين بتعميق تبادل الخبرات في مجالات التعدين والتكنولوجيا وغيرها. وقال الرئيس التركي رجب أردوغان في زيارته: سنقف جنبا إلى جنب مع تشاد من أجل محاربة الإرهاب، ونقف أيضا وبشكل مستمر وإيجابي لتفعيل ودعم مشاريع التنمية في تشاد. وأضاف أردوغان بأن آلية التنسيق التركية المعروفة اختصارا باسم تشيكا أنهت حتى الآن حوالي 50 مشروعا حيويا لصالح تشاد. وشملت الاتفاقيات أيضا التعاون في مجال التعليم العالي والبحث والابتكار والتربية والتعليم. أما في مجال البنية التحتية فقد وقعت البلاد والجمهورية التركية عددا من الاتفاقيات أبرزها بناء مطار مدينة الجرمية وبناء كوبري ذوي الاتجاهين في نهر شاري. هذا جانب اتفاقيات أخرى تشمل البيئة والتعدين والمياه الصالحة للشرب وغيرها والطاقة أيضا. فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قال: زيارة أردوغان تقودنا للعودة للتاريخ وتذكرنا بالأزمنة القديمة حيث علاقاتنا لم تكن وليدة العصر بل تمتد إلى ما قبل القرن السادس عشر إبان الدولة العثمانية والممالك التشادية، وهناك العديد من الفرص للتعاون بين البلدين مثل الزراعة والثروة الحيوانية والتكنولوجيا. زيارة كانت بالفعل زيارة دولة بكل ما حملت الكلمة من معنى، حيث اصطحب الرئيس رجب أردوغان في زيارته هذه كل من وزراء الصحة
والمالية والتربية والثقافة والسياحة والاقتصاد والتنمية والطاقة والموارد الطبيعية والزراعة والثروة الحيوانية ووزير الاتصالات والنقل البحري، فضلا عن وزير الدفاع التركي المتمثل في شخص القائد العام للقوات المسلحة التركية.